يكون معايا دلوقتي عبر الهاتف الزميلة العزيزة الإعلامية بالتأكيد وعضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي زميلة العزيزة نانسي القاضي. نانسي ازيك، أخبارك إيه؟ طمنين عليك. فتح الله ازيك، سعيدة جدا أنا موجودة معاك وسعيدة أنا جدا أسعد موجودة بالتأكيد مع كل مشاهدي أون سبورتس في كل مكان. دايما يعني بتاخدوا خطوات كده فيها توفيق كبير، ويمكن من الخطوات الاخيره دي كانت بالتاكيد ان انت تكوني في مجلس اداره نادي الاسماعيلي، وايضا السعي في الاونه الاخيره كان ليكي دور كبير جدا في بعض من الصفقات، خليني اكد عليها بالتاكيد، كمان كانت خاصه بنادي سيراميكا مع نادي الاسماعيلي، كنت نشيطه جدا في الاونه الاخيره. حابين نستعرض سواء اهم الصفقات اللي خلاص نادي الاسماعيلي وقف عليها نهائيا، وهل لسه في صفقات جديده ولا لا؟ الحقيقة يعني مجلس الإدارة وتحديدا المهندس يحيى الكومي اللي بخص بالشكر هو والمهندس نائب رئيس النادي يعني اللي كانوا مختصين بملف الكرة والتعاقدات مع اللاعبين، بالفعل يعني يعتبر خلاص إن كل الصفقات كده تمت بشكل نهائي، خلاص اللعيبة في معسكر مغلق 6 أكتوبر وفي وجود جريده كمان. فبعض الصفقات زي ما شفنا كده حمدي النقاز، باسل مرسي، صالح جمعه، مجموعه قويه جدا في الشوط التونسي، يعني بعض الصفقات اسماء كبيره جدا. صحيح، فبنتمنى ان هم يكونوا اضافه ان شاء الله السيزون الجاي. الاسماعيلي فكت الكره المصريه كلها يا نانسي، وانت عارفه ده، يعني ما فيش حد مش معني بحب النادي الاسماعيلي وان نفسه يشوف الاسماعيلي دايما وابدا ينافس مع الاهلي والزمالك الكبار كده دايما كده معاهم في الحصول على لقب الدوري، مش حابين يشوفوا وضعيه الموسم الماضي، لكن عندنا ازمه والكل حابب يطمن عليها بالتاكيد، الا وهي مساله القيد. ايه الخطوات اللي يمكن حسيسه او بدات خلاص تبقى جاليه في انهاء هذه الازمه، ولا لسه الازمه قائمه؟ الفكره كلها يا فتح الله احنا ماشيين في اتجاهين، اتجاه زي ما انت بتقول ان النادي الاسماعيلي نادي كبير، صعب جدا ان احنا نشوفه زي السنوات الماضيه، كل هدفنا هو تحقيق بطوله مع النادي الاسماعيلي لاسعاد جماهيره، جماهير النادي الاسماعيلي العاشقه لكره القدم اللي كان ليها دور كبير جدا جدا الموسم اللي فات في يعني ان الاسماعيلي يعدي من الازمه اللي كان فيها الموسم اللي فات. ده من جانب، من الجانب الاخر بالفعل في مش ازمه واحده، لا في ازمات كبيره جدا داخل النادي الاسماعيلي اللي منها بالتاكيد ملف الاسعد الجزيري، ولكن ان شاء الله خلال الايام القليله القادمه هيكون تم حل ازمه القيد. وطبعا الملف ده المسؤول عنه هو المهندس يحيى الكومي، ان هو اللي بيتواصل فيه بنفسه لحل الازمه، وانا بشكره عليه والمجهود الكبير اللي بيبذله في الملف ده. هل برضو معنيه بمساله ابراهيم حسن برضو ونجوم المستقبل، ولا الموضوع ده ملوش علاقه بالايقاف؟ لا، هو كل الملفات دي بالفعل بتتفتح، يعني كل الملفات دي بتتفتح، ولكن احنا دلوقتي في موضوع الاسعد الجزيري يتم الانتهاء منه لقيد اللاعبين، وبعدين يعني ان شاء الله كل الازمات اللي داخل النادي الاسماعيلي يتم حلها سويا ان شاء الله. المباريات الوديه اللي المفروض هياخدها في المعسكر القادم، ولا ما عنديش خلفيه ليها؟ اول مباراه النهارده هتكون مع العبور، مباراه وديه في المعسكر المغلق، وبعدين هيكون في مباراه اخرى داخل المعسكر، وهيرجعوا تاني على اسماعيليه، هتكون في مباراتين اعتقد فيهم البنك الاهلي، وبعدين بقى نشوف جريده طبعا الجدول اللي بعد كده هيكون اكيد التقيت بجريده وكان ليكي لقاء معاه وحديث. طموحاته ايه في المرحله القادمه النادي الاسماعيلي؟ طموحات المجلس اولا هو كل الدعم والمسانده لجريده، لان تعرف ان الاسماعيلي تعاقد مع جريده سنتين، يعني شايفين ان هو مشروع ان هو يدينه كل الصلاحيات والدعم والمسانده، ان هو يشتغل الراجل براحته، ان هو يقدر ان الفكر بتاعه ان هو يطبقه مع النادي الاسماعيلي من البدايه، نديله كل الصلاحيات الفنيه طبعا ان هو يقدر يشتغل بيها. فده الجزء من النادي الاسماعيلي، طموح جريده بالتاكيد ان هو يعني يثبت طبعا ان هو قادر على
قيادة فريق كبير زي قيادة نادي الإسماعيلي، إن شاء الله كل التوفيق ليه والتوفيق ان شاء الله. للعيبة الجديدة اللي احنا عامل معاهم هو اجتماع مع اللعيبه الجديده، كان ليه بعض في تصريحات انه قاعد مع صالح وحمدي النقاز على هامش المعسكر القائم ده، بالتاكيد هو بيحاول يعزز من معنوياتهم في تواجدهم مع الفريق بشكل ان هو يكون ضمهم فيه على طول توافق مع باقي اللاعبين القدامى. يعني يعقد جلسات يعني بشكل دائم بالتاكيد، يعني الفني ده يعني احنا كمجلس اداره بنحاول نخليهم ان هم يشتغلوا بحريه اكتر، لكن كل الدعم اليوم والمسانده، وان شاء الله تكون بدايه موفقه مع النادي الاسماعيلي. اللعيبه الافارقه ان شاء الله توصل خلال ايام، يعني لسه ما انضموش للمعسكر، خلال يومين ثلاثه هيتم انضمام لاعب الغاني وكوليبالي كمان، ففي اثنين لعيبه هيتم منهم اللي هم طبعا تم التعاقد معاهم خلال الفترة اللي فاتت. ان شاء الله كل التوفيق لنادي الاسماعيلي، وبالتاكيد ليك يا نانسي ومجلس الاداره. الكره النسائيه بالتاكيد يا فتح الله، يعني طب قولي لي طيب عن الكره النسائيه في نادي الاسماعيلي. تمام اوكي اتفضلي. يعني الحمد لله عادت الكره النسائيه للنادي الاسماعيلي بعد 11 سنه، فيها طعم الكره الخاصه بالرجال كده، برضو في حته الحرفنه عند بنات الاسماعيليه موجوده فيهم برضو. ده جدا جدا يعني انا اتفاجئت بصراحه، يعني وبيجوا من اماكن بعيده جدا ومواصلات ومن اماكن بعيده جدا عشان يلعبوا اولا بتيشيرت النادي الاسماعيلي وداخل النادي الاسماعيلي، وهي كبدايه النشاط، مش هنقول لسه فريق، احنا لسه بصدد تكوين فريق، ولكن هي رجعنا النشاط يعني قاعده من تحت. بدايه مهمه بالتاكيد. يعني بالظبط كل الاعمار السنيه بتقدر ان هي تشترك، احنا كمان تكون في كره يد نسائيه وشاركوا في الدوري كمان 2006، فابتدينا الحمد لله ان هي ترجع تاني الكره النسائيه وتواجد النسائي داخل قلعه الدراويش، وان شاء الله خير الفتره الجايه باذن الله. نشاط متميز للالعاب النسائيه اكيد على ايدي كنانسه، بتمنى لك التوفيق بالتاكيد، وده مهم جدا ان احنا نشوف الاسماعيلي في مختلف اللعبات يكون عنده فريق نسائي، وده هو اللي هيبقى في المرحله القادمه كمان في الشكل الاحترافي، لازم يكون في فريق رجال في الدوري الممتاز و فريق سيدات، فبالتوفيق لكم بالتأكيد في المرحلة القادمة. شكرا جزيلا للزميلة العزيزة وعضو مجلس إدارة نادي الإسماعيلي نانسي القاضي اللي